عزبة البرج لو نقدر نقول ان اقتصادها كله على البحر وعلى السمك وعلى المية، وهم تقدر تقول يعني ما شاء الله عليهم حرفيين قوي في صناعة الصيد والأسماك والحاجة دي، وعندهم كذا حرفة في الصيد، ودي بداية صناعة السفن في دمياط. وأصلا يعني أنا عن نفسي ورثها عن أبويا، وأبويا ورثها عن جدي، والحمد لله يعني طورنا وبدأنا نكبر مراكبنا وبدأنا نصدر لدول العالم سواء آسيا سواء أفريقيا سواء أوروبا، والحمد لله سمعتنا طيبة في كل مكان. الشغل عندنا وراسة من جدي وجدي ولوالدي لأنا، وإن شاء الله ولادي هيورثوها بإذن الله. بس يعني الموضوع بيبقى عن تطور شوية، يعني الأول كان الموضوع بدائي بيشتغلوا من غير اي تصميمات ولا اي حاجه، كانوا بالخبره وبال يعني بالنظر كده. لكن دلوقتي بقى طبعا عندنا رسومات هندسيه بنشتغل عليها، عندنا مكاتب للتصميم وللديزاين والحاجات دي كلها. انا تخصص شغلي في التشطيبات النهائيه والفينش والتركيبات والكلام ده، سواء بقى كان محركات، اجهزه، اضاءه، كهرباء، الكلام ده كله ده انا المسؤول عنه هنا. وبيبدا الشغل ده من اول ما بيبدا شغل في اليخوت، يعني مش في النهائي بس، لكن لان بيبقى فيه تاسيسات زي البيوت كده، تاسيس داخلي بيتعمل في الاول وبعد كده بيتقفل عليه ونبدا بقى نركب بقيه التركيبات النهائيه في الاخر عليه. لو اتكلمنا تحديدا عن الصناعه في الحديد دلوقتي في الفتره الاخيره، الحمد لله الشركات في مصر ومنها الشركه بتاعتنا قدرت تستحوذ على عقود كبيره لدول ضخمه لتصنيع ناقلات وقود وسفن شحن نقل ضخمه. نسبيا في الفتره اللي قبل كده ما كانتش بتتصنع في مصر. زي ما قلنا لحضراتكم التصنيع دلوقتي بنسبه 100% صناعه مصريه، كل العماله مصريه حتى التصميمات. الحمد لله بنمتاز ان احنا قدرنا نحقق الجوده والوقت القياسي للتصنيع والاثنين مع بعض، وبالتالي ده ساعدنا كبير في موضوع التسويق والمبيعات اللي احنا بنقدر نستهدفه في الوقت الحالي. بدايه شغلي من اول ما المركب بيطلع بنشوف ايه اللي هيتغير فيه، احنا بنفوره وبنركب مكانه جديد. بس المرحله اللي احنا فيها حاليا دي كلها كماليات، يعني احنا خلاص يعتبر بنشطب في المركب. انا طلعت لقيت دي شغلانتي، فانا يعني ممكن اكون انا بالنسبه لي فما احسش ان انا بعمل حاجه يعني حاجه عاليه او حاجه كبيره، لان انا طلعت عليها الشغلانه، فما ممكن انا ذات نفسي ما احسش ان هي حاجه كبيره قوي. بس انا بحبها، يعني هي شغلانتي وانا حاببها. احنا بنبتدي مع بدايه الشغل، ما بدايه يعني انشاء الوحده نفسها، وشغلنا بينتهي مع نهايه او تسليم الوحده. يعني ما بنسيبش الوحده نهائي، يعني شغلنا من اطول فترات الشغل بتاعنا التركيبات الميكانيكيه والكهربائيه.